حيث سقطت طائرة حربية يمنية من طراز سوخوي في حي سكني بمنطقة بيت بوس جنوب العاصمة صنعاء. وقال مصدر عسكري يمني إن سقوط الطائرة المقاتلة وقع أثناء عودتها من مهمة تدريبية اعتيادية فوق مناطق مأرب وخولان، ما أدى إلى مقتل قائد الطائرة وإلى تهشم بعض نوافذ المنازل المجاورة في الحي السكني، حيث سادت حالة من الهلع في صفوف سكان الحي المذكور. تحطمت طائرة